بيكو اعزائي المشاهدين، تحيه مجدده من استاد سبورت الرياضي ومباراه التتويج، مباراه الزمالك ووادي دجله في نهايه الموسم الكروي المصري 2014 2015. معنا اليوم واحد من نجوم الكره المصريه، يمكن من اللعيبه اللي اجادوا مع نادي الزمالك، اجادوا مع منتخبنا الوطني، اضافه كبيره لنادي الزمالك، اضافه كبيره لمنتخبنا الوطني، الكابتن علي جبر، صخر الدفاع نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني. برحب بيك على هواء مباشره من استوديو الحياه، وطبعا وجود الكابتن حازم امام، وايضا ضيوف الكرام بعد قليل الكابتن زكريا ناصف والكابتن اشرف قاسم. تحياتي ليك علي، وموسم رائع ليك بتاديه يعني، وكل تحيات كل جمهور نادي الزمالك ليك بصفه خاصه. طبعا انا بس على الكابتن حازم امام وبشكره طبعا على الكلام الجميل اللي انت قلته دلوقتي. طبعا احنا الحمد لله الفرقه كلها عملت موسم هايل السنه دي، الحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله دي، نفرح بقى جمهور الزمالك بقاله فتره ما فرحش، فالحمد لله ربنا كرمنا السنه دي وقدرنا نجيب لهم البطوله الحمد لله. علي، يعني تحديات هنقول في الفتره الجايه، الفتره اللي جايه كبيره جدا، اعتقد ان نادي عنده بطولات، اربع بطولات في اوقات قليله جدا، بطوله الكاس، الكونفدراليه، ممكن السوبر، يعني حاجات كتير جدا، السوبر المصري، محتاجه تركيز. يعني شايف ان الزمالك يعني فرحته كتير، لكن محتاجين تركيز الفتره اللي جايه. طبعا يعني احنا بقالنا زي ما قلت لك ان احنا بقالنا فتره يعني بطوله الدوري دي غايب عن نادي الزمالك، فيعني هي الفرحه مش مبالغ فيها قوي، بس ده من حقنا ان احنا نفرح ببطوله الدوري، نفرح بجمهور الزمالك، والحمد لله يعني بعد الماتش ده ما يخلص ان شاء الله هنبدا يعني نركز بقى في الكونفدراليه ان شاء الله وكاس مصر والسوبر ان شاء الله. علي، يعني قول لي مباراه قادمه، مباراه ليبار، مباراه صعبه جدا، مباراه قويه، اعتقد حتى يعني سؤال تاني، الصفقات، صفقات نادي الزمالك ما فيهاش خط الدفاع، وده معناه ان في ثقه كبيره جدا من الجهاز الفني ومن مجلس الاداره في خط الدفاع الموجود حاليا في نادي الزمالك. والله مهيب يعني ما شاء الله اللعيبه كلها اللي موجوده سواء ديودار او كوفي او اسلام او انا، الحمد لله يعني كلنا لعبنا وربنا كرمنا، وفي في في المكان ده انا ما اعتقدش يعني احنا موجود احسن يعني من احسن ناس في مصر موجوده في المكان ده في نادي الزمالك، فما اعتقدش ان يعني حد اثر بشكل في الفتره اللي فاتت. لا فالحمد لله يعني بس بالنسبه للصفقات الجديده، الصفقات الجديده ان شاء الله تكون اضافه قويه، والنادي عمل صفقات كويسه ان شاء الله يكون اضافه لينا الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله انت دايما اضافه للكره المصريه ومنتخب مصر، وعايزين مستواك يفضل زي ما هو عالي، لان انت من اللعيبه الجيدين جدا واللعيبه الممتازين واضافه للكره المصريه ونادي الزمالك. حبيبي يا مهيب، ربنا يخليك وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. حبيبي علي، حبيبي توفيق. اعزائي المشاهدين، ده كان لقاء خاص مع نجم الزمالك الكابتن علي جبر. اعتقد النهارده يعني هنشوف حاجات كتيره في احتفاليه نادي الزمالك والتتويج. عوده لاستوديو التحليل الكابتن حازم امام وضيوف الكرام.